مرحبا أطفال الروضة الثالثة، كيف حالكم أحبائي؟ درسنا اليوم عن الحرف ث. لنبدأ ونتذكر جملة الدرس: عرف الثعلب ثعلوب بالأمر فغضب. ما نوع هذه الجملة؟ أحسنتم، تقريرية لأنها تنتهي بنقطة. من كم كلمة تتألف هذه الجملة؟ هيا نعد سويا: 1، 2، 3، 4، 5، 5 كلمات. هيا نحوق الكلمات التي تحوي الحرف ث. الثعلب، ما نوع هذه الكلمة؟ اسم حيوان، أحسنتم. كذلك كلمة ثعلوب، فيها الحرف ث وهي أيضا اسم حيوان. أين الحرف ث في كلمة الثعلب؟ هنا وسط الكلمة. هو حرف كريم يمسك من بعده، وله 3 نقاط في الأعلى. أحسنتم يا شطار. وأين الحرف ث في كلمة ثعلوب؟ في أول الكلمة. أحسنتم أحبائي. أما آخر الكلمة فيكون حرف الثاء إما متصل أو منفصل. فكروا معي بكلمات تحوي الحرف ث: ثوب، أحسنتم، ث أول الكلمة. مثلث، ث وسط الكلمة وث آخر الكلمة متصل. أثاث، أغراض المنزل نسميها أثاث، فيها ث وسط الكلمة ولكنه لم يتصل بالحرف أ. أتعرفون لماذا؟ لأن الحرف أ حرف بخيل لا يمسك برفاقه. كذلك في كلمة أثاث نرى حرف الث آخر الكلمة منفصل. عمل رائع أحبائي. الآن سنلعب لعبة صورة وأحجية. سترون جزءا من صورة وعليكم معرفة ما هي. مستعدون؟ لنبدأ. انظروا إلى هذه الأحجية، أتعرفون ما هي؟ ممتاز، ثيران. مفردها ثور، ثور واحد وأربع ثيران. هيا نقطع الكلمة إلى أصوات: ثي، صوت طويل متصل. را، صوت طويل وسط الكلمة. نن، صوت قصير آخر الكلمة منفصل. هيا نؤلف جملة عنها. أنا سأكتب جملتي هنا وأنتم اكتبوها في دفتر البيت بخط جميل ومرتب. ما أقوى هذه الثيران؟ ما نوع هذه الجملة؟ أحسنتم، جملة تعجبية في آخرها علامة تعجب. عمل مميز، نتابع مع أحجية جديدة. انظروا، انظروا جيدا للأحجية، أتعرفون ما هي؟ رائع، ثعلب. هيا نقطع الكلمة إلى أصوات: ثع، صوت قصير ث متصل ومعه الع الحرف الساكن، لأن الحرف الساكن يبقى مع من سبقه كالطفل الصغير يبقى مع أمه. ثع، لا، صوت قصير وسط الكلمة. بن، صوت قصير آخر الكلمة متصل. هيا نؤلف جملة فيها كلمة الثعلب: لماذا غضب الثعلب؟ ما نوع هذه الجملة أحبائي؟ أحسنتم، إنها جملة استفهامية،
تنتهي بعلامة استفهام. أنتم حقا مميزون. هيا نكمل مع صورة جديدة. انظروا جيدا للأحجية، أتعرفون ما هي؟ ممتاز، مثلث، أحسنتم. فلنقطعها إلى أصوات: مو، ث، ل، ثن، مثلث، كلها أصوات قصيرة ومتصلة. فلنكتب جملة عن المثلث. كيف أرسم المثلث؟ ما نوع هذه الجملة؟ بالطبع إنها جملة استفهامية تنتهي بعلامة استفهام. وصلنا إلى الصورة الأخيرة. انظروا أحبائي للأحجية، أتعرفون ما هي؟ أكيد، ثوب. أنتم حقا شطار. هيا نقطعها إلى أصوات: ثو، الصوت الأول ثو، ث، صوت قصير اتصل بالحرف الساكن و، ثو، بن، صوت قصير منفصل. ماذا سنكتب عن الثوب يا صغار؟ ما رأيكم لو نكتب جملة تعجبية؟ ما أروع هذا الثوب، ونضع علامة تعجب في آخر الجملة. أحسنتم أحبائي، يا لكم من شطار، استمتعت معكم كثيرا. إلى اللقاء.